ابنك الله يحفظك المسكين المشاكين كم من حجر عليه يسلم على جده الشفاعة من تقاصيها ومن جده الخضرة قاعد شعبك من يستسعى ما قيل مثلها ما قيل مثلها أشعار كثيرة الفرائد الخمسة التي هي عهد بينه وبين رب العالمين فوق عهدي ومواثيك القبائل والدول بينهم وبين بينك وبين جبار السماوات والأرض عهد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال نبينا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من أداها لمواقيتها الخمس الصلوات كانت له برهانا ونجاة يوم القيامة وكان له عند الله عهد ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له برهان ولا نجاة ولم يكن له عند الله عهد أيها المؤمنون بالله بل لو حافظ على الصلوات الخمس وأهمل زوجته أو أهمل ابنته أو أهمل ابنه يسيب الصلاة حشر يوم القيامة مع تراك الصلاة بإهماله لابنه بإهماله لبنته بإهماله لزوجته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ودعانا الله فيها إلى الجمع وقال نبينا صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة وهكذا والمصلون في خارج الصلاة يجتمعون على الخيرات يجتمعون على المبرات ويجتمعون في الاجتماعات المشروعات على صلاح بلادهم وعبادهم والإصلاح بين عباد الله لا خير في كثير من نجواهم أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه حقيقة الفوز تعجب كافر منها ثم أسلم فعلمها قال قاتلت عبد الله بن حرام كان في سرية بعثهم صلى الله عليه وسلم قال فجئت من خلفي فرميته بحربة معي بسهم نفذ من بيني من ظهره إلى ما بين ثديين قال فاستلم الدم من بين ثديين من صدره حتى ملأ كفيه قال فطيره يمينا وشمالا وأخذ يصيح فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فتعجبت أنا الذي اتصرف عليه وأنا قال هو يقول فزت بأي شيء فاز هذا ويحلف برب الكعبة أنه فاز ثم لما أسلم قال والله كان هو الفائز ولو أنا مت قبل أن أسلم لكنت أنا الخاسر فأز في ذاك اليوم أنا الخاسر وأنا الذي لو قدرته وأنا في الإسلام لكنت على الخبر Thank you.
والعنايات والرعايات
صلاح الوادي والنادي والأمة كلهم دفع شرور عنهم ظاهرا وباطنا، وارتقى المراتب علا وجعلها زواجات ميمونات سعيدات مباركات تتكون بها أوسر صلاح وتقوى وفلاح وفوز ونجاح وسعادة وأرباح في الدنيا والآخرة. وصلاح الشام كله نوركم الأمة أجمع خدم بالحسنى والله راض عنه. الله يجيب الأفراح تزيل الأتراح تقل وجوه وجوه فلاح وصلاح ومسرات وسعادات تصلح البيوت وما فيها ومن فيها بارك فيها الزواج المأمون تعلم قضاء العيون تعلم السر المصون أحفظنا جميعا وأولادنا جميعا جاء النبي الكريم وآل الطيبين وأصحاب المهتدين وإلى حضرة النبي الأمين. نوادي دعاء أهلا وسهلا بكم، نحبكم، يوسف شيخ عبد الله السوري.